السلام عليكم. اليوم عندنا حصتنا الاولى متوسط، نديرو سيكونس 2 اللي كملنا سيكونس 1 ودرنا عليها تمارين، والان نبداو في سيكونس 2 ونشوفو واش فيها هكذا باش نافونسي، وايضا اذا ما فهمناش ممكن نولو سيكونس 1 ونشوفو ايضا. اوكي دونك عندنا سيكونس 2 على ما تحكي لي. اوكي دونك سيكونس 2 تحكي على مي اند ماي فاميلي، انا والعائله ديالي. الان عندنا تاسك 8 وهو شويه ماشي واعر لكن شويه تخلط. اوكي لكن ركزوا عليه. دونك عندنا هاد الصفحه هذه وهي عباره على ارقام، ايضا عندنا ارقام نقولوا 1 2 3 4 5 نعرفوها، عندنا ارقام كبيره هي 20 25 30 50. اوكي وعندنا ارقام لما نقول لك الاول والثاني والثالث والرابع. اوكي فوالا بالمراتب. سو لما نقولوا التاسك 8 I listen and repeat. Okay. The family of Omar is large. يعني عائلة عمر كبيرة بزاف. Okay. It's the morning. يعني هي صباح الآن. أنا صباح. The children they greet their parent and grandparent. إيش معنى greet؟ قريناها في أول sequence one. كيف قلت greet؟ وش معناتها greet؟ لما نقولوا greet نقولوا هلا. اوكي الترحيب. اوكي لما نقولوا هاي ولا هلا ولا هو عباره على greeting يعني نرحب. يعني هنايا قال the children greet their parents يعني رحبوا بالاهل تاعهم، يماهم باباهم وجداهم، يعني فنقولوا يسلموا عليها ولا اوكي يسلموا عليها. وقلوا هذه عندنا is the grandparent yeah the grandma يعني جداتي. عندنا number one okay is Omar. number two Khaled. number three Huda. number four Yasin. okay number five عندنا ليلى. okay ليلى. الآن نديرو عندنا the first table. okay the premier tableau. عندنا the premier شو قولو قولو Omar is the first. Exactly. لما قولوا one, okay. Omar. قولوا Omar is the first. Okay. The first. Yeah, the first. قولوا the first. قولوا أيضا قولوا one st. لأننا عندنا first. Okay. دائما قولوا first one st. قولوا first. نكتبوها هكا نكتبوها. نكتبوا هكا 1ST ولا نقولوا هكا first. اوكي الان شكون يقول الدوزيام؟ the second. عندنا شكون؟ خالد is the second. yes خالد. خالد is the second. خالد نقولوا is the second. اوكي ولا نقولوا هودا is the third. عندنا هنا ايش عندنا؟ So, عندنا هنايا خالد. خالد is the second. Okay, so قولوا second نديرو ND. وعلاش؟ لأن قولوا second. Okay. Okay, عندنا هدى. هدى is the third. Yes, the third. Okay. هدى is third. نقولوا 3RD. okay لان عندنا RD هنايا. okay مفهوم؟ yes قولوا third ولا قولوا third. number 4 شو قولوا؟ ياسين. ياسين the fourth. yeah يعني fourth ولا الرابع. وشو قولوا عليه بالنميرو؟ شو ديرو؟ number 4 ديرو TH. okay لان عندي TH. ليلى is the fifth. ليلى is the fifth. قولوا fifth. okay قولوا أيضا نديرو the fifth. okay نديرو أيضا كي نديرو fifth نديرو 5th. سنكيام fifth هادو مهمين. لما قولوا sixth أيضا sixth seventh 8th 9th 9th 10th
نفس الشيء نديرو تي هاي لابنس سول باقي يبدلوا فاست ديال اس تي السيكند ديال ا ان دي الثالث والبعد يعني الفوس يعني كلها نديرو تي هاي اوكي الان عندي هنايا اش قال لك قال لك دو فاست نقولوا اس تي the second هو second the third is third the fourth is fourth and the fifth is كم هو fifth كما هنا قلنا نفس طريقة الآن مش عندنا هنا عندنا Omar is the first to greet his grandma خالد is the second to greet his grandma هدى is the third to greet her grandma ياسين is Yasin is very good. Yeah, the fourth who greet the grandma. Layla is So Adna Yasin is the fifth. Yeah, Layla is the fifth. The fifth. يا واش نقولوا سو عندنا هنا استعملنا هنا استعملوا هيز اوكي لان عندنا ياسين اوكي ياسين از ذكر ياسين از از ذا فورث تو جريت هيز جراما قولوا ليلى از ذا فيفث فيفث تو جريت واش نقولوا اولا ياس Yes, نستعملوا her وعلى لأن عندنا ليلى طفلة أوكي نستعملوا her أوكي وهنا نستعملوا his لأن عندنا ياسين ولد أوكي وهنا نستعملوا fifth لأن عندنا نيميرو 5 وهنا عندنا fourth نستعملوا لأن عندك fourth أربعة أوكي هذا مفهوم صح؟ نشتوا عليهم بك هذا ما كان الان هذه تاسك 9 وهنا حيتبدلوا اوكي هنا راح يتبدلوا تاسك 9 واش يقول لك قال لك اي ويت اند رانك ذا تشيلدرن لما نقول لك كلمه رانك معناتها كما نقولوا باش نقولوا نحطهم نرتبهم فوالا نرتب داعي اوكي سنقولوا تاسك 9 واش يقول لك تاسك 9 واش يقول لك عندك اولا عندك اكزامبل سو عندنا ان اكزامبل اوكي عندنا اكزامبل وشنو هو فيرست وان ياسين 18 years old يعني سو عندنا ياسين از 18 years old اوكي لما نقول ياسين از 18 years old he is the first child in the family اوكي سو عندنا ياسين is 18 years old he is the first child in the family لما نقولوا هكذا واش معناتها معناتها كو ياسين نزاد في 1992 اوكي يس سو كي نقولوا هو زاد في 92 اوكي في عمره 18 هو ده شحال شحال هو ده في عمرها منى سو إذا ياسين في عمر إذا ياسين زايد 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 في 98 أوكي في عمره 18 years old شحال في عمرها هدى؟ 16 علاش؟ شكون يقول علاش 16 علاش؟ إذا قلت مثال نقول لك أنا مثال أنا بنتي في عمرها في 2000 سنة 2000 دارت 4 سنين أوكي مثال 4 سنين عندي واحدة أخرى زايدة في 2002 شحال في عمرها؟ قولي في عمرها عامين وعلاش؟ لأن بين الكبيرة والصغيرة أونلي شحال سنتين مفهوم؟ سو هنا كي يقول لك إذا هو في عمره في 98 كان كان إذا قال لك هو زاد في 98 أوكي؟ وفي عمره 18 years أوكي؟ زاد 98 لما نقولوا أوكي نقولوا دوك أنا فهمتكم قولوا ياسين أوكي؟ ياسين في عمره 18 أوكي؟ Yes. وعلاش؟ هودا is 12. Exactly. Yes. هودا وعلاش؟
لما ياسين في عمر 18 طن وعلاش لان زيد 92 يعني هدى زيدت في 2004 شحال في عمرها نقصلها 6 طن اوكي لي مو عندنا عمر اوكي عمر زايد في 2002 شنو نقولوا له شحال في عمره 14 يس اكزاكتلي 14 اوكي باسكو زيد قبلها نعم زيد قبلها قولوا في عمره 14 years old لان 2002 yes yes 2002 سو هو زيد قبلها اوكي عندنا وحده اخرى شكون خالد خالد 16 واو 16 16 years old yeah اوكي لان زيد ليلى ليلى is 10 ليلى is 10 وعلاش 10 10 years وعلاش هم سنين فوالا نحي سيزون منا اوكي نحو سيزون منا دا مكان اوكي تمام اوكي لما نقول شكون هو الاولاني زايد عندنا البرومي شكون البرومي برومي زايد ياسين صح ومن بعد خالد ومن بعد خالد الان كي نحبوا نكتبوا شنو نقولوا كي نحبوا نكتبوها واش نقولوا الان نقولوا هنايا نقولوا نحبوا واش نقولوا نقولوا اولا نقولوا هذه هنايا هدى از نقولوا هدى از واك نقول هدى از 16 يس 12 years old اوكي هدى is 12 years old واش نقول عليها 4 yes very good نقول هدى is 12 years old okay she is okay she is so هدى is 12 years old احنا قلنا هذا الاول okay so نديرها هكا الاول هذه ثاني ثالث رابع yeah she's the fourth yeah Yes, the fourth child in Omar, the family. 14. Number two, شو قولوا? Omar is the is حتى عمره Omar في عمره 14 years old. Yeah, he is what? Third. Yeah, the third in the family. عندنا خالد ايش حتى عمو خالد في عمو 16 years old he is شو قولوا he is the second okay هو الثاني in the family second yeah number four عندنا ليلى ليلى She is the fifth. Okay, she is the fifth in the family. شكون ما فهمش؟ لا لا. دونك هذا هو لي نيميرو تاع اليوم عندنا fifth, the second, the third, okay? صافي هذو هما نمشيو عليهم ما تنساوهمش.